فضيلة الدكتور محمد الفيد، بصفتكم خبير في الزراعة والتغذية والتحليلات المخبرية، ما هي فوائد الخبز بالنسبة لنا؟ وهل الخبز هو سبب السمنة كما يعتقد العديد من الأشخاص وخاصة النساء اللواتي يحذفن الخبز من قائمة الطعام الذي يتناولنه بحجة إنقاص الوزن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نصائح أن الخبز يسبب سمنة، هذا حديث عفى عنه الدهر، هذا حديث قديم وربما أقول متخلف. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينصحون هكذا يمين وشمال، هم يذهبون إلى الشبكة العنكبوتية، إلى الإنترنت، ثم يستقون ما يريدون، لأن الشبكة العنكبوتية تجد فيها نعم وتجد فيها لا. وحتى بعد متخصصي في التغذية ينصحون، ليس هناك متخصص في التغذية أبدا. ليس هناك تخصص التغذية، يكذبون عليه. فتخصص التغذية يجب أن يدرس الشخص علم البيئة، ويدرس الزراعة، ويدرس بيطرة، ويدرس صناعة غذائية، ويدرس كيمياء، ويدرس فيزيولوجيا، ويدرس أناتوميا، ويدرس بيوكيمياء، ويدرس يعني لذلك يمكن أن نقول مختص في التغذية. أما هكذا يدرس كوليسترول ويقول أن عندي دبلوم تخصص تغذية، هذا كذب على الناس. وأنا سمعت نصائح كارثية. نعم. يعني هكذا، فعلي يعني علم التغذية في العالم، أخصائيون للعلم التغذية في العالم يعني قلال. كاين رقم واحد فان بيل بلجيكا، وكاين جيمس الأمريكي في ماساتشوستس، كاين هذو معليين هما بجوج توفوا مقاوش يعني. كاين قليل الآن علماء التغذية، قليل، لأن تخصص التغذية في المغرب هو تابع لوزارة الفلاحة ماشي وزارة الصحة، لأن تخصص التغذية في معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة، وهي تقريبا هو القسم الوحيد الآن على علم بعلم التغذية تقريبا 90%. فنعود لهذه النصائح، أن الخبز يحدث سمنة، لا يمسي، هي كمية الطاقة والخلل الفيزيولوجي داخل الجسم هو الذي يحدث هذه السمنة. يعني نساء يتناولن هرمونات مثلا حبوب منع الحمل أو أشياء أخرى، ثم يقولن بأن منع الطبيب منع علي الخبز، هذا حديث سخيف جدا. وحلويات وعدم حركة، يجب أن يعني هذه الأشياء تكلمنا عنها، يعني تكلمنا عن السمنة وتكلمنا عن مسببات السمنة. يعني الناس اللي يأكلوا كل ساعة، والناس اللي يأكلوا ليلا، والذين يخلطون اللحم والأجبان والحبوب ثم يتهمون الحبوب. نعود إلى حديثنا حول عن الخبز لنعرف بعد مادة الخبز. فنعود إلى نظامنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة عباس من الناحية الشرعية، يعني نذهب إلى القرآن أولا ثم العلوم ثانية، أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة عباس: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لنا وللأنعام، نحن نأكل الحب والأنعام تأكل التبن. وأن الله سبحانه وتعالى عنده تعبير بسيط ومقنع وشافي وكافي. يعني الكلمة في القرآن هي ليست الكلمة في أي يعني كتاب آخر. ثم يقول كذلك في سورة النحل: يعني ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. يعني الزرع دائما تنجد تغذية الإنسان هي الزرع، هي الحب. فالحب يعني النشويات، قمح، شعير، ذرة، رز، وفي كذلك القطانيف والحمص، عدس وما إلى ذلك. الخبز هو الحبوب كاملة، يعني لما نطحن القمح يعجن، لا تفصل النخالة. العرب لا يعرفون الغربال، وكان واحد الصحابي جاء من بلاد بعيدة يسأل شي شخص، قالوا لي بأن واحد الصحابي مازال حي من الصحابة. نقول صحابي لما يكون جالس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رآه وسلم عليه وأخذ منه مباشرة، هذا هو اللي كيتسمى صحابي. وكان كذلك صحابيات، يعني كان صحابي وكان صحابيات كذلك. يعني فجاء هذا الشخص ولقى هذا الشخص مازال حي، قال له: هل كنتم تنخلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذاك الصحابي تعجب، ما فهمش هذاك الشخص اش كيتكلم. قال لي: ولا كنا نعرف ما المنخال. يعني حنا ديك الآلة كنخلو، ما كايناش، ما معروفاش. كانوا كيطحنوا الشعير ويعجنوا، كانوا كيطحنوا القمح ويعجنوا، كان البر، نعم كان القمح في 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 شي جزيرة العرب كان فيها قمح. كانوا كيطحنوا هذه الأشياء، إما كيطبخوها في الماء على شكل تلبينة، على شكل حساء، أو كيعجنوها على شكل خبز. فالمصيبة الكبرى الآن أننا نفصل النخالة عن الدقيق، هذه أكبر كارثة الآن في العصرنا الحاضر. أن الآن يعني الصناع الآن هما الآن هادو يعني المطاحين
هي هذه العمليه ديال الغربله عندهم البلونشي سير والساسور عندهم واحد جوج الالات هذا هما اللي كيطلبوا لهم يعني وقت ومال وداك. فهذا الصانع الا كان يطحن القمح ويعملوا لنا في الاكياس يكون احسن افضل يكون احسن والله يكون احسن بالنسبه لي هو يعني جيد بالنسبه واحد الوقت كان حتى المراقبه ديال مراقبه المواد في المغرب كانت الى لقات النخاله زايده في في في, في الدقيق كان كيأدي غرامه هذاك صاحب المطحنه يأدي غرامه شوف يعني فين وصل يعني يعني ماذا لان القوانين المغربيه تابعه للقوانين الغربيه طبعا يعني مش ما يمكنش نحن فهذا هذا يعني نقول ان نشوف الان يعني كل العلماء الان يصيحون باعلى صوتهم لماذا لان لما ننخل القمح نزيل 70% من اهميه القمح عجيب لماذا لان الاملاح المعدنيه والفيتامينات والالياف كاينين في النخاله ملي كنزولوا النخاله من 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 القمح كيبقى عندنا النشا شويه بروتينات وبعض الاملاح يعني النشا هو اللي كيقول اميدو يعني ستارش ما الجسم مش محتاج يعني لهذا الامن هو محتاج الالياف الاخرى هذه الغير الدائبه وهذا الاملاح المعدنيه تكون في النخاله اللي فيها الزنك وفيها حديد وفيها كروم كذلك ماده الكروم هي جيده لاصحاب السكري الكروم مرتفع في الشعير ولكن موجود كذلك في القمح النخاله فيها الليجنانات الليجنان ممكن فيتوستروجين وهذا الليجنان هو الذي يمنع سرطان الثدي لان هذا الليجنان كيتحول الى انتيرولاكتون ديال الثدي الانتيروديول والانتيرولاكتون وهذه هي المكونات اللي كتكبح تكون سرطان الثدي عند النساء في الغرب لما اكلوا لحم والبان وبطلوا حبوب ارتفع سرطان الثدي ونفس السرطان عند عند الرجال يعني يتعلق بالهرمونات هو سرطان البروستاتا يعني الرجال الان اللي كيكثروا اللحوم وما كياكلوش خبز عندهم بروستات مضخمه عندهم يعني سرطان ولا تضخم يعني هي تبدا بالطور الاول تضخم اتروفي ومن بعد كيولي سرطان فالخبز هو الحبوب لما تطحن وتعجن تخمر بالخميره البلديه اللي كنسموها احنا في المغرب بلديه الخميره الحامضه هذه الخميره الحامضة هي الآن تبين علميا على أن كان هناك خطأ علمي على عهد باستور لأن باستور ما كانش معدات يعني هذيك الساعة ما كانش معدات متقدمة كان واحد الميكروسكوب عادي كيخدم بالضوء ديال الشمس هذاك الميكروسكوب كان يعني اللي ما يقدرش يشوف الأشياء اللي القطر ديالها تحت ميكرون يعني فالباستور ملي شاف الميكروسكوب شاف خمائر لوفير يست البكتيريا اللبنية هي أصغر بكثير من الخمائر ما تظهرش بالميكروسكوب العادي خاصة تقريبا واحد المكبر ديال 1000 اللي ما كانش هذيك الساعة يعني كان يالله 650 فباستور مشى قال بأن الجراثيم التي تسبب التخمر هي الخمائر هي اللوفير هذه اليست بالأنجليزية لوفير بالفرنسية خميرة فيعني بداوا المخبزات كياخذوا هذاك اللي تبقى من الصناعة ديال الجيعة والخمور هذاك الترسبات لان الخمر والجيعه تما كيتخمروا بنفس الخميره كياخذوا كيعجنوا به الخبز كيخمروا به الخبز عاد ظهرت صناعات الخمائر الصناعيه اللي الان كنشريوها من الحانوت عاد بدات كاين اول شركه هي المانيا دنماركيه هي هولنديه فهاد الخطا العلمي ومش خطا علمي لا نعتبره خطا لان المعدات لا تسمع انذاك من بعد سبحان الله يعني حتى الان في نهايه القرن هذا الماضي عاد تبين على ان هاد الخميره الخبز هي فيها بكتيريا لبنيه بحال البكتيريا اللي موجوده في 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 الحليب هي اللي كتخمر الحليب اللي كتعطي الرايب اللي كتعطي اليوغورت اللي كتعطي الاجبان هاد البكتيريا اللبنيه كتحمض الخبز كتعطي حمض اللاكتيك والخميره كتنفخ الخبز يعني كتعطي ثاني اكسيد الكربون كيتنفخ الخبز كتعطي كحول وثاني اكسيد الكربون الكحول كيتبخر ملي كنخبزوا في الفرن الكحول كيتبخر وكذلك ثاني اكسيد الكربون كيبقاو دوك الجيوب ايش كيجي بحال هذاك الخبز بحال واحد الشكل اسفنجي بونج فهذيك الجيوب ديال ثاني اكسيد الكربون اللي نتجاته هذيك الخمائر ولكن البكتيريا اللبنيه تنتج حمض اللاكتيك اللي كيحمض الخبز وهاد البكتيريا اللبنيه هي الوحيده في الطبيعه التي تحتوي على انزيم الفيتاز كاين بعض الفطريات كذلك الاسبرجيلوس وبعض الفطريات ولكن هاد البكتيريا اللبنيه هي عندها انزيم الفيتاز وانزيم الفيتاز هو اللي كيحل الحمض الفيتيك ديال النخاله وهو اللي كيطلق يعني كيحرر الاملاح المعدنيه بمعنى ان لا يمكن تكون انيميا هو البحث الاول اللي عملناه احنا عملنا على تشخيص
الجراثيم الموجودة في الحمل الخمرية كانت رسالة الدكتورة ديال سميتو علي أول سيدة في المغرب هي اللي عملت الرسالة ديالها على هذه الخميرة البلدية هي اللي ناقشتها في فرنسا جامعة بليز باسكال وكان الدكتورة الثانية كانت تناقشت في الكلية بنفسك تا هي سيدة نعم جيد وكانت الدكتورة الثالثة سيدة كذلك هي اللي عملت البحث حول الأنيميا حول يعني فئران ومنشور البحث منشور في منظمة الصحة العالمية وجدنا على أن الخبز لوحده كافي للحد من الأنيميا. عجيب. إذا كان خبز صحيح، إذا كان خبز بطريقة يعني صحيحة، إذا كان القمح بالمخالة وكان مخمر بالخميرة البلدية، أنه يحد من الأنيميا. كافي جدا بدون إضافة حديد. كافي جدا. لأن أعطينا لهذوك الفئران الأكل ديالهم. لأن كان أحد الأكل مصنوع الخاص بهم. أعطيناهم خبز هذا الحامض ديالنا. وأعطيناهم واحد لولو آخر خلطنا له. يعني مواد أخرى يعني تركيز أخرى فكان هذا المجموعة اللي أعطيناها الخبز بالخميرة البلدية أنها كان تركيز ديال الحديد أعلى من المجموعة العادية وأعلى من المجموعة الأخرى اللي نقصنا لها شوية الحديد في الأغذية ديالها هذا الخبز يعرفوا الناس معنى الخبز أنه يكون من قمح كامل ما مغربلش وانا أوصي النساء باش ينساو هذيك الآلة ديال الغربل المنخال المنخال نعم وأن في ملي طحنوا القمح يعجنوه بنخالته يكون أحسن فهذا الخبز بالنخالة ومخمر بالخميرة البلدية هذا هو الخبز جي. وليس ما نشتريه الآن لأن هذا الآن في الأسواق كي الأسمار كي الأبيض كي الأصفار كي يعني العديد هذيك بزنس نعم هذيك بزنس الناس ممكن يحضروا الخبز في ديورهم من الأحسن هذا يعني لازم على الأقل الأولويات لماذا لأننا عندنا أمراض ولأننا عندنا الآن مشكل ديال المعي الغليظ القولون مشكل القولون طبعا كيجي من هذه المسائل هذه اللي مستحدثة لا 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 يمكن إذا كانوا الناس عندهم الخميرة البلدية الخبز الحامض بالنخالة لا يمكن يكون أعراض على مستوى القولون بما في ذلك الكولوباتي فونكسيونيل لأن الخبز بالنخالة في الألياف لاكتيك. نعم ألياف خشبية وحمض لاكتيك إلى هذه الاثنين اجتمعوا أعلين ثم أن الخبز الحامض كياخذ وقت طويل في يعني في التخمار ديالو كيكون في 6 7 ساعات ماشي 3 ساعتين خاص النساء يعجنوه في الليل والصباح يخبزوه ماشي يعني يستغلوا ذاك الوقت ديال الليل خصو يكون طويل ولا الا عجنت مع الصباح مع 9 ولا مع 10 خصها تخبز حتى 6 العشيه يعني لانه ياخذ وقت طويل وخد ما خد وقت طويل هذوك بعض الانزيمات جراثيم اخرى من الباسيلوس من بعض الجراثيم اخرى التي تنمو في الطور الاول اثناء هذاك النمو اللي عند الاميلاز واحد الانزيم اللي كيحلل النشا كيعطي جلوكوز وكيعطي بعض الاشياء اخرى اللي هي تدخل في هذا القيمه الغذائيه ديال الخبز هي عندها دور لان هذيك الجراثيم عاد تموت في النار في الفرن اللي غنخبزوا الخبز غادا تموت ثم غادا تكون عملت العمل ديالها هذوك الانزيمات غادا تكون حلت بعد 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 يعني بعد الجزيئات الامر الثاني المهم جدا قبل ما نقولوا ما نشوفوا يعني المواد يعني الكيماويه اللي تكلمنا عليها بحال الكروم زنك حديد وفيتامين ب والالياف الخشبيه نسبه البروتينات في الحبوبيه ليست نسبه عاليه يعني تمشي من 14 حتى 18 كان عندنا واحد النوع ديال القمح في المغرب قبل الاستعمار كانوا عندنا 65 نوع ديال القمح اللي كاينين الان في المتحف ديال باريس الان عندنا 3 انواع مهجنه القمح كان كيوصل حتى 20% ديال البروتينات الان القمح يلاه عنده 14 حتى 15 كيوصل واحد النوع كيوصل 16% ديال البروتين عليين ولكن نسبه جيده بروتين 16% نسبه جيده يعني مش يعني نسبه جيده هناك من يقول ملي تقول الناس راه اللحم ليس اصلي كلهم سيسالونك من اين ياتي البروتين وكأن البروتين موجود في اللحم فقط وأن البروتين موجود في القطن وأكثر من اللحم وأحسن من اللحم وأن البروتين موجود في الحبوب وكافي جدا كافي جدا نشويات البروتين موجود فيه كافي جدا يعني الخبز يعني مرة كان عندنا واحد كان مؤتمر عندنا في الرياض حول التغذية والأغذية والصحة وكان معنا هذا رقم واحد في العلم التغذية جيمس كان معنا هذا جيمس الأمريكي وكان يعني واحد سيدة سعودية أعطته واحد سؤال هي طالبة في كلية الطب سألت جيمس قالت له إذا كنتم تقولون بأن اللحوم يعني لا بد منها فهؤلاء النساء النباتيات في الهند لما يرضعن الأطفال من أين تأتيهم مادة اللايزين عجيب نعم هم يقولون بأن بدون لحم أنك ستموت لأن اللايزين لا يمكن فهذا جيمس يعني أنه كان صريح وأنه كان يعني ما شاء الله يعني خبير نعم يعني كان أمين أمانة العلمية نعم أن هذا جيمس
لم يقل شيء إلا أنه قال لا أدري. I don't know. أيوة قال صراحة. لما نعم لما رقم واحد عالميا في التغذية يقول لا أدري فلا لا يتفضل علينا بعض الأشخاص. أكيد. فهذا الأمريكي قال I don't know. لا أدري. لا أدري. فبدأنا نناقش هذه الأشياء. فتبين على أن مش مشكل لايزين إنه مشكل تريونين. أنا حمض التريونين هو أهم من حمض اللايزين ولذلك أن هذا صنع العلف ضربوه على الليزين وداروا التريونين. دابا الأعلاف التريونين فيها الليزين. فالعلم أنا أقول العلم ليس مطلق والعلم متغير وأن هذا نعم لأن جسم الإنسان حي وجسم الإنسان ليس آلة يمشي بالوقود. فهذا المكونات اللي موجودة الآن في هذا أقول أن لما يكون القمح أو الشعير علي الشعير ما كيتنخلش ما كيتغربلش كان عاد الغلافة ديالو كتمشي ولا كنجي والشعير فيه لينيانات أكثر من القمح والخرطال فيه أكثر منهم كلهم والنخالة الخرطال فيها لينيانات أكثر من الشعير وأكثر من القمح ولكن يعني الخرطال هو الأول شعير ثاني قمح ثالث يعني ثم هذه الليجنانات يعني هي الليجنانات موجوده حتى في الفواكه وفي الخضر ولكن الليجنانات هي خاصه بالحبوب هي موجوده في النخاله ديال الحبوب القمح لما يكون كامل بالنخاله ديالو يتخمر بالخميره البلديه تضاف اليه حبه حلوه ونفع وكانوا يضيفون الحبه السوداء والسانوجه نعم الانسان اقول دائما انه كان اذكى مما هو عليه الان لماذا لان النساء ما ولجوا المدرسه ما عرفوا لا علم ولا مدرسه ولكن كنا يعني ما شاء الله كنا بارعات في علم التغذية فلماذا؟ لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نستهلك بها الحبة السوداء يوميا هي الخبز هي الخبز. فنعمل أشياء بسيطة من الحبة السوداء مذاق الخبز سيرتفع لأن حبة حلوة والنافع السانوج غادي يعطيه لا شيء أن ذاك السانوج ملي كيتخبز في الفرن على درجة 150 و200 كيعطي واحد الرائحة واحد نكهة للخبز فعلا يعني كيولي الطفل كياكل الخبز وكأنه كياكل حلويات كياكل خبز جيد كيولي عنده مذاق جيد هذاك الطرف هذيك القطعة ديال الخبزية كافية لهذاك الطفل كافية جدا كافية. ولا حتى الفلاح الآن في البادية كانوا كيضلوا يحرطوا عمل شاق الحرت ماشي شاق في حرته باش الخبز كيدي مع الخبز كيدي مع الخبز والماء هذاك هو الغذاء ديالو نعم كيضل يحرث ما عندوش انيميا ما عندوش هشاشه العظام عجيب اذا دكتور ايمان تشير لي بان هناك اولى المكالمات في هذا اللقاء الو السلام عليكم الو السلام عليكم الاسم الكريم السيده فاطمه مدينه الدار البيضاء اهلا السيده فاطمه تفضلي شكرا استاذه لطيفه تحيه صديقه لك استاذه لطيفه والدكتور سعيد جزاكم الله خير الجزاء شكرا ايوا سؤالي هو ان الخبز اللي كنشريوه اليوم اللي داير بحال شامبينيون يعني ما هل هو صحي ام له مساوئ كناكلو السابق كنا كناخذوا الخبز الفرن التقليدي اليوم انتقلنا الشقق فنطيبوا في الغاز او يعني بعد الافران ديال الضو لكن لا ياتي خبز يعني تبقى ملغلغ من الداخل نعم تحتفظوا به في الثلاجه وكنعاودوا نسخنوه واش كيدينا ولا زعما شنو هل هناك استفاده وايضا في حاله اعطاء حميه غذائيه ضد السمنه لماذا نمنع كليا عن تناول حصه الخبز هل الخبز يركز السمنه نعم شكرا جزاكم الله خير اذا شكرا للسيده فاطمه من الدار البيضاء نعم لما نمزج يعني الدقيق مع الماء ونضيف ملح ونضيف خميرة نعم هذا ما يكتب هذا ما يتداول لما نقرأ ولا ندخل الانترنت ولكن ما أتكلم عنه أنا الآن ليس موجود في الانترنت أن الخبز لازم يكون دقيق بالنخالة ولازم يكون بالخميرة البلدية الخميرة الطبيعية الخميرة الحامضة اللي كنا كنعرفوها ثم وصلنا لواحد النقطة نجاوب هذه السيدة ونعود نكملوا لأن كاين واحد نقطة مهمة وهي العجن طريقة العجن هي طريقة أساسية لأن السيدة الآن قالت بأن هذاك الخبز اللي كنشريه واش فيه ملامح ليس فيه مساوئ ليس فيه منافع وليس فيه مساوئ احنا كنعمروا صافي علاش لأن الخبز هذا اللي كتاخذه هو خبز بدون نخالة هو دقيق أبيض الدقيق الأبيض طبعا الناس اللي عندهم سكري عنده واحد المؤشر الجليسيميك هو شوية مرتفع من الأحسن ما ياكلوش ثم هذا الخبز اللي ما عندناش عليه فين احنا كناكلوه صافي أما واش غادي يقدروا الناس على الخبز الحامض أنا لا أظن ما يقدروش عليه لأن الخبز الحامض ثقيل واعر فالناس داو على الخبز رطب هذا الخبز اللي كيشريه وكيلاحظوا على انهم اللي كيكون
باقي الله خرج من الفران كيكون جيد، ملي كدوز ساعتين ثلاثه ما كيبقاش خبز. غادي نعرفوا علاش. ثم السيده قالت كيدعملوه في الثلاجه، ولا يعملوه في الثلاجه الا كان خبز ديال الدار ممكن يبقى غير برا يبقى ثلاث ايام، ما كاينش مشكل ثلاث ايام. لكن تيعملوه في المجمد. نعم واخا يعملوه في المجمد، يعني هذا الخبز اللي معجون مضروب بالاله، مضروب مش معجون، مضروب بالاله، كاين العجن وكاين الضرب. هذا الخبز ليس معجون، هو مضروب باله، هذيك لو بيترا، هذا الاله العجانه هذه اللي كاينه، وكيتضرب كيتخلط مزيان، كيضيفوا ليه ماء دافي وملح وخميره، الطريقه اللي كتسمى الطريقه المباشره، يعني الدايركت هذا ماثد. هذا خبز السوق، كنسميه خبز السوق، يعني الناس كما قلت لي ما مزوجينش واللي ما عندهم عليه فين لغير الله مضطرين. نعم. اما الثقافه التي اريدها انا، ولكن دكتور بالنسبه للطهي الافران، كاين الغاز وكاين فرن الحطب، فرن الحطب كانوا الناس كيخليو حتى كيمشي الدخان كيولي غير الجمر، تيبقى الجمر ملي كيرميو فيه هذاك الخبز، الخبز كيطيب بالصهد اللي كنسميو هذيك، وكيطوب ببطء يعني كيطيب مزيان. نعم هذيك الحراره ديال هذاك الجمر كيعملوا فوق من واحد شي قصديرات ولا حاجه، كاين اللي كيرميه مباشره فوق الجمر، كاينين مناطق كاينين كيرميه مباشره، وكاين اللي كان كيعمل احجار، كيدير واحد الاحجار حتى تسخن وكيرمي فوق منها الخبز. يعني اشكال من الانواع هذه. نعم غير هنا ما كاينش احتراق، الفرن ديال الحطب ما كيبقاش دخان، ما كيبقاش احتراق، كيبقى غير الجمر كيتخبز الخبز، ما كاينش مشكل. ملي كيخبزوه في فرن الغاز كيكون احتراق، كيشوف انا العافيه شاعله، هذوك لي فلام ملي كيكون اللهيب ديال النار كيكون فيه احتراق، ملي كيكون احتراق كيكون منتوجات ديال البايروليز ديال الاحتراق، هاد منتوجات الاحتراق طبعا اللي غادي يمتصها الخبز، ماشي غير الخبز، حتى اللحوم وحتى المسائل اللي كيخبزوها في هاد الافران هذه. هو ديال الكهرباء يمكن يكون افضل، ديال الكهرباء احسن ويقترب من الحطب، الكهرباء احسن، احسن من الغاز، احسن غير هما اللي عندهم الكهرباء ما يعملوش واحد الدرجه عاليه، يعني يكون يتخبز، لان الخبز ملي كيتخبز في نص ساعه ماشي 10 دقائق، الساعة احسن. كعلى حضرنا في الباديه كي المراه كتعرف الخبز تخبز، سبحان الله ما عندها لا مينيتري لا والو، يعني كتسد الفران وترجع تلقى الخبز تخبز. يعني عندهم، نعم عندهم واحد ما شاء الله. فنرجع لهذه العمليه ديال العجين، هو ملي كنمزجو دقيق كما قلت السيده قالت بان نمزجو ونخمرو، نعم ماشي بهذه السهوله بهذه البساطه. ان الخبز الا ما تدلكش يخسر. فقط باش الناس يفهموا، لما كنكونوا ندلكوا في الخبز عمليه الدلك كيتدلك باليد، وحتى الله عطانا هاد اليد ديالنا عند هادو خارجين باش يتدلك الخبز، واليد ممكن نقبطوا بها، ممكن ندفعوا، ممكن نهزوا، ممكن نقيسوا بها الحراره، ممكن نقيسوا بها حاجه يعني حاده، ممكن نقيسوا بها حاجه حرشه، ممكن نقيسوا حاجه مسا، ليس هناك الى حد الان اله تعطينا جميع هاد القياسات الا الاله التي خلق الله هي يد الانسان. فاكثر من ذلك اللي كيعرف الاشياء غير باللمس، كنلمس. يعني حنا كنا ملي كندوزو الامتحان مثلا ديال علم النبات ديال الانواع، كيعطونا البذور كنتملسهم بيدينا ونقول واشنو، واش جزر، واش لفت، واش بصل، واش هذا، غير باللمس، باللمس. ولذا نعم ان قوه الانسان اكثر من قوه ديال الالات، حتى الشم، حاسه الشم الى حد الان، ولو اننا عندنا كروماتوغرافي كنحلوا بها الاشياء، ولكن كيبقى انف الانسان واله اله، يعني كاين اشياء الان اللي حنا كنشموها الكروماتوغرافي ما كتعطينا والو. عجيب. يعني الانف ديالنا كيعطينا الرائحه، ولذلك رجعوا اوروبا رجعت لديك القضيه ديال التحليل الحسي، التحليل الحسي معنى انك يعطوك الذوق تقول لي ما جيد ولا ما جيد، هذا ما كانوا كيعملوها في الخمور، كانوا كيعملوها في الاجبان، كانوا كيعملوها في اشياء يعني التحليل الحسي الاورجان ليتيك اناليسيس. هذا الخبز ملي كنكونوا ندلكوا كنبقى المراه كتلاحظ على انك تبقى تدلك وتزيد الماء بشويه، ملي كترخى العجينه كتعرف راه دلكت، معنى دلكت معنى هذاك النشا ستارتش انه اشبع بالماء، ساتوري يعني اشبع بالماء، يعني الاله كتضرب هذاك الدقيق، كتبقى تضرب في هذاك الدقيق ويزيدوا الماء دافي ويزيدوا بكثره، هذاك الماء ما كيدخلش لاميده، ومي ديك لي بارتيكول دوك الحبيبات ديال النشا ما كياخذوش، ما كيوصلهمش هذاك الماء. معنى ملي كيخمر الخبز ويخبزوه وتمشي تديه للدار، الا كان خارج من الفرن غتفطر به، الا بقى حتى ل 10 ولا 11 ماشي خبز. اكيد في الاول كيشوفوا انه كيتلوى، كيتلوى كيولي بحال المطاط، وفي العشيه كيولي كيتقصب، كيولي صلب بحال الحجر، بحال الحجر فعلا. لماذا؟ لان عمليه الدلك هنا عمليه، ماشي عمليه التخمير، عمليه الدلك والعجن. ولذلك هذا الخبز ديال المنزل كيلاحظوا النساء على ان ملي كيتدلك يعني قد ما دلكوا هذاك، يعني العمليه ديال الدلك كانت جيده، كل ما هذاك الخبز يبقى ثلاث ايام. نعم. بدون اي مشكل. وحتى الخبز ديالو ملي غادي يتخبز، الا كان مدلوك كيتخبز، الا ما كانش مدلوك ما تيتخبزش،
يعني باقي ما كملناش الحديث حول الخبز طبعا، لكن يعني سنعود لإجابة هذا الخبز. يلا قلنا أن الطحين يكون كامل، يكون بالنخالة ما يكونش مغربل، ويتعجن باليد خميرة البلدية، ويضاف لي حبة حلوة والنافع والسانوش. الآن هذا الخبز هذا غادي نردوه مثلا غداء متكامل لا نحتاج مع أي شيء. إذا ضفنا فيه إذا ضفنا القطاني غدا تزاد نسبة البروتينات، وغدا تزاد نسبة حمض الفوليك وحمض التريبتوفان. يعني هنا غادي يولي أغنى من اللحوم وأغنى من أي مأكل. إذا ضفنا مثلا العبرة ديال العبرة عندنا في المغرب تقريبا هي 16 كيلو على حسب الحبوب. العبرة هي 16 كيلو، هذا العبار ديال العبرة معروف في المغرب وخاصه يبقى لأنه داخل في السوسيولوجيا المغربية. نعم. خاصه يبقى لأن الناس كيعرفوا العبرة ويعرفوا الربعي ويعرفوا الثامنة ويعرفوا المسائل هذه، فيجب أن يعرف الناس هذه الأشياء. هذه السيدة هذه تقول أن الفرق ما بين القمح الطري والقمح الصلب، القمح الصلب في جلوتين أكثر، يعني هو فيه بروتينات أكثر من القمح الطري الفرينة اللي كنسموها الفرينة. والقمح الطري فيه نشا، فيه ستارتش، فيه الأميدون، فيه النشا بكثرة. راكي شوفوا أنا إلا بغاو الناس نعلموهم يقلبوا حتى القمح اللي فيه بروتينات واللي فيه، كانوا الناس كيعرفوا بأن القمح فيه سميدة وأن الفرينة ما فيهاش سميدة. النساء في المغرب كانوا احسن من المهندسين في يعني في هذا في المنهج، كانوا كيعرفوا هذا. النساء كانوا كيعرفوا من الكسكس ما كيتعملش من القمح الطري. الان الصناعه كتصايبوا من القمح الطري. نعم، كاين اسلوب كيصايبوا من القمح الطري. النساء كانوا كيعرفوا ان القمح هذا الصلب الجوده ديالو اعلى من القمح الطري، كانوا كيعرفوا النساء السميده ديال الكسكس وداك الخبز مزيان وداك المسائل هذه. نعم، كانوا هذه كيعرفوا ان القمح الصلب غادي غير يقطعوا ديك الحبه بسنانهم. الى بانت بحال الزاج راها قمح جيد، الى بانت بيضه من الداخل بحال القطن هي راها فرينه، هي القمح. هذا 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 كنسمع حنا لا فيتروزيتي. فهذا هذا هو الفرق اللي كاين. اما في التغذيه هما ما كاينش فرق كبير، يعني بشويه بروتينات زايدين فقط في القمح. هو القمح احسن البر. العرب كيعرفوا البر، ما كيعرفوش القمح الطري امريكي ليس عربي. يعني العرب كيعرفوا البر فقط، القمح الصلب فقط. فهذا وهذه هي من الاشياء الاقتصاديه اللي خصنا ننتبهوا لها. نعم، لان عندنا حنا الفضل في القمح ماشي في القمح الطري، في القمح الصلب. والمغرب التربه ديالو تصلح للقمح الصلب اكثر من القمح الطري. غير واحد مساله بسيطه ما خصناش ننساوها، هو الناس اللي عندهم مرض سيلياك، اللي عندهم حساسيه للجلوتين، ممنوع عليهم القمح والشعير. فعلا هادو غير يزولوا القمح والشعير فقط من التغذيه ديالهم، ما يكونش مشكل. ولكن الطبيب ملي كينصح المراه مثلا يكون عندها ولده في سيلياك، مرض سيلياك، كيقول لها ما تاكليش القمح والشعير، كتاخذيه غير ما ياكلوش. دابا هذا الطفل خاص الاواني ديالو ما يقيسهم بوحدهم. نعم. حتى غبار القمح، الخنشه ديال الطحين ديال القمح ما خاصوش يدوز من حدا الطفل هذا، لان الاثار ديال القمح الا مشى حتى بلعو غادي يسبب ليه انزعاج داخلي، ماشي الكميه. هي الاثار ديال الجلوتين. ولذلك الخرطال، هو الخرطال ما فيهش جلوتين عليين، ماشي يعني نفس المكون اللي كاين في القمح، اللي كاين الجليادين. والجليادين هي ما فيهاش، ما كاين الخرطال ما فيهش الجليادين. ولكن كنمنعوا حنا الخرطال على الناس لان كيكون مخلط ببعض السنابيل ديال القمح. فعلا الا كانوا في غير شي حبيبات ديال القمح كيسبب الازعاج. وكذلك الشعير، بحال الشعير فيه الجلوتين، والقمح الطري والصلب فيه الجلوتين. هذه الذره والروز اللي بغاو يطحنوها لهاد الاطفال خاصها تطحن في مطحنه ما عمرو تطحن فيها القمح. وما خاصوش تعمل في خنشاء، وخاصها يتعمل في هذا كيس ما تعملش فيه دقيق. ما كنظنش يعني في المطحنه راه يكون طحنوها. حتى في المنزل النساء كيخلطوا، كتجيب الذره وتقول لك انا راه الولد كياكل على الذره، ومع ذلك ما كياكلش على الذره، كياكل الذره وطايحه فيها شي اثر. ولا عندك يدك ملي هزيتي الخبز بيدك عطيتيه ياكل، عطيتيه كان الجلوتين. خاص يكون مطحنه خاصه البيسكوي. هذا البيسكوي وهذه البقرونيات وهذا العجائن وهذه الشعريه والكسكس، هذه مسائل الخبز ممنوع على هاد الناس اللي عندهم سيلياك. ما بقاش غير الاطفال دابا، كاينين دابا هو المرض راه ظهر في التسعينات، دابا راه كاينين الناس اللي عندهم 40 45 عام عندهم سيلياك. وكاينين الناس اللي ما كانوش عارفين سيلياك، دابا عندهم 55 و60 عام ما كانوش عارفين سيلياك. يعني عرفوا، يعني كانت واحد الاسهاله الدائمه وعليا كيف ما كان الحال ما شاء الله. فهذا الخبز الى ضافوا ليه القطاني، الى ضاف ليه الفول، انا كنصح بالفول، فول جيد. نعم، يضيف الفول عبره ديال القمح مع
معها جوج كيلو ديال الفول كافي او الحمص، غادي يكونوا هذوك جوج كيلو الا عملوهم في 16 غادي يكونوا بحال عملوا 1.5% تقريبا تقريبا. هي كافيه، القطاني ممكن يتزادوا ب 10% ماشي مشكل، ممكن يتزادوا حتى ب 10%. اللي غادي يطحن قنطار يزيد مع 10 كيلو د الفول، يطحنوا مع القمح، يتنيلوا مزيان، يطحنوا ويتعجنوا صافي ما عجن. او يمكن يزيد الحمص لما يكون هذا القمح معاه الفول وكيتخمر بالخميره البلديه، كيتخمر احسن. كيجي رطب ومفتوح شويه وكيجي مزيان. لا باس النساء اللي بغاو يخمروا بالخميره البلديه وما طلعتش الخبز ما طلعش، لا باس يزيدوا معها شويه ديال الخميره الروميه، لا باس ماشي مشكل. او يزيدوا واحد طرف بسيط ديال البيكربونات ديال الخمره ممكن، لان الناس داو على داك الخبز المنفوخ، وهذا الخبز الحامض غادي يكون ثقيل شويه، ما غاديش يعجبهم عليه انه ما كيف ما كان الحال. ولكن الخميره البلديه اللي كانت جيده وخلاو وقت جيد وفي واحد المنطقه دافيه، كنظن يكون غادي يكون الخبز متخمر يعني جيد، يعني الانتفاخ ديالو على قبل ما ناخذوا مكالمه. ان هذه النشويات ممكن تخلط بثلاثه، هذه السيده قالت القطاني نعم، وممكن كذلك نخلطوا الشعير مع القمح والذره مع القمح. نعم. لان الذره ما كتعجنش، ما فيهاش الخرطال مع الشعير. نعم نعم ممكن. واحسن خبز جيدة. احسن خبز هو اللي فيه التلات. نعم. لما قلت انا الخرطال والشعير والقمح. نعم لا شعير ذره شعير وذره الاطفال، ذره الاطفال جيد كتسخن الاطفال. يعني لما نعمل 50% قمح و25 شعير 25 ذره وخرطال، ولا جوج اثنين يكون فيها 50% قمح و50% ذره، ولا 50% قمح 50% شعير. الخرطال كيتعجن مع القمح، الخرطال راه فيه حتى هو هذا كيتعجن حتى هو جيد، غير هو المغاربه ما كيستهلكوش الخرطال. اذا دكتور الى كانت عندك مازال شي اضافه بالنسبه للخبز، لان انا كما السيده فاطمه الضربي اذا كانت ذكرات السمنه، الخبز هو الزاد. هو اللي غادي للعمل ياخذ معاه الخبز، اللي مسافر ياخذ معاه الخبز، الخبز اللي فيه النخاله، الطفل ملي بغى يمشي للمدرسه تعطيهم طرف الخبز. لو كانوا الاطفال، والله احنا كنا في المدرسه الابتدائيه كنا كنجيبوا الخبز، كنا ما كناش كنغيروا من بعضياتنا، كلشي كيجيب الخبز ديال الدرا، كلشي كياكل الخبز. يعني لو كان الاطفال كلهم في المدرسه الابتدائيه تكون حره ولا حكوميه، لو كانوا الاطفال كلهم كيجيبوا معاهم الخبز، ما كانش يكون عند الاطفال مشكل. ملي الطفل غادي يشوف طفل اخر يعني كياكل واحد الحلوى ولا واحد حاجه كبسكوي ولا شيء، كيجي تيبقى يبكي على امه علاش ما عطيتينيش انا البسكوي، وهذه لا تتحبط الطفل، تتحبط تيولي تيبانوا ليه والديه بحال راه ما مهلين فيه. هذه سلوك خطير جدا بالنسبه للطفل. الاطفال يمشي الصباح المحفظه ديالو فيها طرف الخبز، الناس اللي غادي للعمل وداك الشيء ياخذوا معاهم خبز ديال الزرع باش ما ياكلوش اي حاجه في الشارع، ياخذوا معاهم خبز للعمل، اللي مسافرين ياخذوا معاهم خبز، السائقين مثلا اغلب هادو السائقين ديال الحافلات وديال الشاحنات وديال هذا، ولا حتى ديال الطاكسيات كيضلوا خدامين ما كياكلوش، ياخذ معاه خبز وماء، ياخذ معاه خبز وماء، يعني ما يكون عنده اي مشكل ان شاء الله يكون خير. اذا شكرا لكم دكتور على غزير علمك الذي لا تبخل به، وجزاكم الله ألف خير.